السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده هكمل في توبيك النتورك ديفايسز. المفروض الباشمهندسين بدأوا فيه قبلي، انا يعتبر النهارده هختم النتورك ديفايسز. طيب هناخد ايه النهارده؟ هناخد جهاز المودم وجهاز الوايرلس اكسس بوينت، واخر حاجه الترانسميشن تايبس اللي بتستخدمها النتورك ديفايسز. طيب نبدأ أول حاجة بجهاز المودم. احنا قبل كده خدنا جهاز المودم بأسلوب مبسط وعملنا عنه سيرش. النهاردة بقى هنتعمق فيه شوية. أول حاجة، ده شكل جهاز المودم في الحياة العملية، ومش ده الشكل الوحيد اللي انتوا هتشوفوه، في فيرجنز تانية ليه. أما ده شكل المودم بقى فين؟ في سيسكو باكت تريسر، اللي المفروض ان احنا قبل كده شفناه في سيسكو باكت تريسر. طيب زي ما انتم شايفين هنا في الصورة، المودم بيربط ما بين حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ بيربط ما بين الايثرنت سيرفيس بروفايدر اللي هو مقدم الخدمة، وما بين الكاستمر بتاعي او الكلاينت بتاعي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي اي اس بي، ممكن يبقى مثلا وي موبينيل، فودافون، اتصالات، whatever يعني. وعندي كمان اللي عايز يستقبل الخدمة، بيستخدم السيرفيس بتاعت الانترنت سيرفيس بروفايدر اللي هي ايه؟ اللي هي الانترنت. اللي بيحصل كالتالي، انا عندي الانترنت سيرفيس بروفايدر بيقدم لي الانترنت من خلال سلك التليفون الارضي، والمودم بيديني الخدمة دي ازاي؟ المفروض اللي انا شرحت لكم حاجه زي دي قبل كده، فكروا فيها لحد ما هنشوفها قدام في سلايد. تعالوا نشوف شكل المودم وشكل الراوتر. وطبعا مش محتاجه اقول لكم تاني يا جماعه، اللي عندنا في البيت ده ما اسموش راوتر، ده مودم. المودم حاجه والراوتر حاجه، وادي اول فرق ما بينهم. ده شكل المودم اللي بنشوفه كتير عندنا في البيت ومعظمنا بيستخدمه، وده شكل الراوتر. تمام. طيب تعالوا بقى نتكلم من حيث الفانكشن، والمفروض ان انتوا تبقوا عارفين الحته اللي جايه دي، عشان انا قبل كده شرحتها لكم بالتفصيل. بيعمل ايه المودم بقى هنا؟ المودم بيستقبل السيرفيس بتاعته اللي هي الانترنت اللي جايه من الاي اس بي من خلال سلك التليفون الارضي. هل باخدها كده على طول واوصلها عندي في البيت واستخدم الانترنت؟ طبعا لا. المودم وظيفته الرئيسيه ان هو بيروح يحول الانالوج سيجنالز لديجيتال سيجنالز زيروز وانز. والمفروض اللي احنا فهمنا الحته دي كويس جدا، اتكلمنا عنها بما فيه الكفايه. طيب لو هنتكلم بقى عن الراوتر، زي ما شرح لكم في السيشن اللي قبلي باشمهندس عمرو واتكلم عن الراوتر بالتفصيل، قال ان الراوتر بيربط ما بين تو نتوركس، والتو نتوركس دول بيبقوا في اماكن مختلفه. تمام. زي مثلا انا عندي هنا في نتورك في نيويورك، دي بلد، ونتورك تانية في سان فرانسيسكو، دي في بلد ودي في بلد. فعلشان نربط بينهم هما الاثنين لازم يبقى في عندي ايه؟ راوتر عشان اطلع بيه على النت. طيب في حاجة كمان المفروض نبقى عارفينها، ان الراوتر بيفهم ايه في الراوتينج تيبلز؟ بيفهم الاي بي وبيفهم الماك ادرس. تمام. واضح الفرق ما بين المودم والراوتر؟ تمام. الجهاز التاني اللي احنا قلنا هنتكلم عنه النهاردة وهو الوايرلس اكسس بوينت. ايه هو الوايرلس اكسس بوينت؟ هو نقاط الوصول اللاسلكي. تمام. ده اسمه بالعربي. طبعا انا بترجم لكم العربي عشان تبقوا عارفين الترجمة بالعربي معناها ايه، لكن لما نيجي نشتغل as a technicians يبقى هنتكلم in English. فهو اسمه Wireless Access Point. طيب
ايه هو الوايرلس اكسس بوينت ده؟ الوايرلس اكسس بوينت هو اختصار لكلمة WAP. لازم تبقوا عارفين الاختصار وعارفين الكلمة عشان ما تستغربوش لما تشوفوها. ده عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن جهاز بيعمل كنقطة اتصال بين الشبكة السلكية والأجهزة اللاسلكية، علشان في الآخر يبقى عندي شبكة WLAN. يعني ايه الكلام ده؟ يعني أنا عندي ده شكل طبعا الوايرلس اكسس بوينت، واللي المفروض برضو اشتغلنا بيه قبل كده في سيسكو باكيت تريسر. عندي سويتش، السويتش ده مجمع الأجهزة كلها مع بعض اهي، وايرد تمام، يبقى دي شبكة سلكية، والسويتش ده متوصل مع الاكسس بوينت عشان خاطر يعمل زي اكسباندنج، يوسع الشبكة عندي مع أجهزة تانية وايرلس. حلو الكلام؟ طيب تعالوا بقى نتكلم في تاني نقطة. بيقول لك ان الـ wireless access point بيبقى ليه limited number of devices، عدد محدود من الأجهزة، بيصل ل 30 جهاز في أغلب الأنواع. طيب كمان الـ access point، طبعا من الواضح عندنا في الصورة ان الحاجات الـ wireless دي تبقى wireless. ايه الشبكة اللي بيستخدمها؟ بيستخدم موجات الراديو، الراديو فريكوانسي، علشان خاطر يستقبل او يبعت البيانات. طيب حاجة كمان لازم نعرفها في الوايرلس اكسس بوينت، ان انا عندي في الاكسس بوينت منفذ واحد. المنفذ ده هو مش بيبقى جاي السلك بتاعه من التليفون الارضي، لا، السلك بتاعه بيكون جاي من مين؟ من السويتش او الراوتر اللي انا باخد منه عشان اوسع الشبكة بتاعتي. تمام، زي ما انتم شايفين في الصورة هنا، انا عندي اهو بورت واحد تمام، والبورت ده بياخد السلك بتاعه من السويتش او من الراوتر، مش من التليفون الارضي، وبيوصل بعد كده ايه لباقي الاجهزة بتاعتي. وضحت؟ طيب كده احنا اتكلمنا عن اول حاجتين عندنا النهاردة، هما ايه؟ اتكلمنا عن جهاز المودم وجهاز الوايرلس اكسس بوينت. هنتكلم على اخر توبيك وهو الترانسميشن تايبس. يعني ايه ترانسميشن تايبس؟ طرق ارسال البيانات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما استخدمنا في النتورك ديفايسز زي مثلا السويتش والراوتر والمودم والهب، كل دي حاجات ليها كريتيريا معينة بتبعت بيها البيانات بتاعتها. اسمها ايه الكريتيريا دي؟ الترانسميشن تايبس، طرق ارسال البيانات. طيب ايه بقى طرق ارسال البيانات دي؟ في عندي 3 انواع من الترانسميشن تايبس. اول نوع اسمه اليونيكاست ترانسميشن، يونيكاست ترانسميشن معناه بالعربي البث الاحادي، هنعرفه قدام. تاني نوع اسمه البرودكاست، برودكاست ترانسميشن، وهو البث العام. تالت نوع المالتي كاست ترانسميشن، وهو البث المتعدد. انا بترجمها لكم برضو تاني هنا بالعربي عشان نفهم المعنى نقصد بيه ايه، بس لما هنيجي نتكلم as a technicians يبقى هنتكلم in English. تمام، طيب تعالوا نبدأ بأول نوع وهو اليونيكاست ترانسميشن، واللي كان اسمه البث الأحادي. من اسمه البث الأحادي معناها ايه؟ انا عندي ادي السورس بتاعي وادي الديستنيشن، one sender one receiver. انا ببعت من سورس واحد لديستنيشن واحد، فده اسمه يونيكاست ترانسميشن. زي مثلا لو هنتكلم احنا في مكتب الاي تي، مثلا باشمهندسة اسراء عايزة تبعت لي حاجة، واحنا كلنا في نتورك واحدة، في الاي تي ستاف كله في نتورك واحدة، فمش عايز تبعت لكل الناس، هي عايز تبعت لي انا بس. فباشمهندسة اسراء هتبعت لي انا، فده اسمه يونيكاست ترانسميشن.
from 1 to 1. تمام. تعالوا بقى نشوف فيديو كده يوضح لنا اليونيكاست. زي ما انتم شايفين انا عندي مثلا هنا السيرفر بيبعت ورايح لشخص واحد بس، يا اما ده يا اما ده، لكن مش الاتنين سوا، يا اما رايح فوق يا اما نازل تحت. ده كده اسمه ايه؟ اليونيكاست. تمام. على ما اظن كده الصورة وضحت. طيب تعالوا هنتكلم على النوع التاني اللي كان اسمه البرودكاست ترانسميشن. يعني ايه برودكاست؟ على ما اظن باين عندكم في الصورة ان انا عندي السورس واحد بس الديستنيشن، لا هي مش ديستنيشن بقى، هي ديستنيشنز، كل دي ناس بتستقبل من السورس. ده معناها ايه؟ اللي انا مش بختص حد بعينه، لا انا ببعت لكل الناس. مثال لو انا مثلا عندي دكتور محمد هو رئيس قسم الاي تي وعايز يبعت مسج لقسم الاي تي كله، فكده اسمها ايه المسج دي؟ اسمها كده برودكاست، هيبعت لنا كلنا موديول واحد مع موديول اتنين كل الاي تي ستاف هيبعت له مسج واحده. تمام. فكده اسمه برودكاست. لكن لو دكتور محمد عايز يبعت لي انا بس مسج انا بس، يبقى احنا كده اسمنا ايه بقى؟ يونيكاست ترانسميشن. تمام. طيب تعالوا برضو اوريكم دياجرام صغير كده هيوضح لنا برضو البرودكاست. شايفين ادي السورس عندي اللي هو دكتور محمد مثلا، واحنا كلنا مثلا هنا الاي تي ستاف، فكلنا بتتبعت لنا المسج كلها. تمام. احنا كده اسمه برودكاست ترانسميشن. تمام. نروح بقى لاخر نقطة وهي كانت ايه بقى؟ المالتي كوست ترانسميشن. المالتي كوست، شايفين انا عندي سورس اهو وعندي برضو ديستنيشنز كتيره، بس مش الناس كلها اتبعتت لها. ليه؟ عشان انا في المالتي كاست ببعت لناس كتيره بس ناس معينه، ولا لكل الناس ولا لشخص واحد، بس ناس اسمه بس متعدد، يعني ناس كذا حد ببعت له. لو عايزين نوضحها بنفس مثال مكتب الاي تي، دكتور محمد رئيس القسم عايز يبعت مسج معينة لموديول واحد بس، احنا عندنا في الاي تي ستاف في موديول واحد نتورك وموديول اتنين، فهو عايز يبعت بس لبتوع النتورك لموديول واحد، فاحنا اللي لونه اخضر دول هم موديول واحد وهو بعت لنا احنا بس. تمام. تعالوا برضو نشوف الدياجرام بتاعها عامل ازاي. اللي لونه اخضر بس هو اللي هتوصله المسج، اللي لونهم اخضر بس هم اللي هتوصل لهم المسج، وهو كذلك. فانا عندي دكتور محمد هنا بيبعت بس للناس اللي لونها اخضر، هم دول بس موديول واحد عنده بيبعت لها المسج. على ما أظن كده الصورة وضحت جدا. تمام. طيب لو في حد فيكم عنده أي سؤال يقدر يبعت لنا على الميل اللي انتوا بعتولنا عليه قبل كده itechnetworkteam@gmail.com، وابعتوا أي سؤال انتوا عايزينه واحنا هنرد عليكم على طول. وربنا معاكم ان شاء الله ويوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.